رب إنا أعطيناك إنا أعطيناك الكوثر. ما هو عشان العاصي الملعون أبو عمرو والحكم الملعون أبو مروان ملاعين كله قعدوا يشيعوا في مكة في المدينة يقول محمد أبتر، محمد خلاص، محمد مقطوع النسل، مقطوع الذكر. فرد الله عليه، وزي ما بقولكم أي نبي كان توجه إليه تهمة، أي نبي، اقرأ القرآن واسمع، صالح وهود إنا لنراك في سفاهة، قل يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، إنا لنراك في ضلال، يا قوم ليس بي ضلال. هم بيدافعوا عن أنفسهم، إلا النبي محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليه. أي حد كان يوجه له أي اتهام أو أي مسبة، الذي يرد ويدافع عنه هو الله عز وجل. الله أكبر، الله أكبر. طيب، إنا أعطيناك الكوثر، أنت لست مقطوع، أنت لست أبتر يا حبيبي، أنت لست أبتر. إنا أعطيناك الكوثر، ما شاء الله. طيب إيه هو الكوثر بقى؟ طبعا غالب علماء السنة يقولون الكوثر نهر في الجنة، نهر، ناس قالوا نهر وناس قالوا حوض. طيب، حوض في الجنة أو نهر في الجنة، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من المسك، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. طيب، موجود، هل هو ده نهر الكوثر وانتهت القصة؟ طب وما علاقة نهر الجنة في الجنة في الرد على من يقول أنه أبتر في الدنيا؟ عشان كده ابن عباس تلميذ ناجب، تلميذ أمير المؤمنين علي، ابن عباس تلميذ وناجب، مش زي الحسن البصري، حسن البصري تلميذ وخاب، خاب في الآخر وراح في ده، لكن ابن عباس ناجب. بيسألوه عن معنى الكوثر، قال كثير الخير، الكوثر كثير الخير. قالوا له يا ابن عباس ده احنا سمعين حضرة النبي وهو يقول حوضي في الجنة مسيرة شهر وزواياه كذلك وماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من المسك وكيزانه بعدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. فقال ابن عباس وهل هذا إلا من الخير الكثير؟ اداله خير كثير منه نهر الكوثر. طيب، احنا اتباع اهل البيت، ايه الكوثر عندكم يا سادة؟ قالوا الكوثر الزهراء، الزهراء صلوات الله عليها وعلى ابيها وعلى بعلها وعلى بنيها، اللهم صل على محمد وآله. كوثر المختار، كوثر المختار هي الزهراء. الله اكبر، الزهراء كوثر النبي. نعم، الله، امال هيبقى الموقف ايه اذا كان حضرة النبي لما بعت الرسالة هنا للفرس والملك مزق رسالة النبي، غضب النبي وقال اللهم مزق ملكه كما مزق كتابي، امال لو دعا على اللي ضرب الزهراء وكسر ضلعها كان هيقول ايه؟ امال لو كان بده يعبر عما عنده من الأحزان على قتل ولده الحسين ماذا كان يقول؟ ايه اللي حصل؟ عشان كده بقول لازم، لازم أهل السنة أنا أناديهم لله في شهر رمضان نداء خالصا لا أريد به إلا النصيحة، اقرأوا أيها المسلمون، اقرأوا، اقرأوا ودققوا وابحثوا، بس اقرأوا بعقولكم، لازم عقلك يكون معاك، اوعى تسيب العقل، اوعى، عشان هذا هو نور الحق الذي يبين لك الصدق من الكذب. واستعن بالله، قل ادركني يا امير المؤمنين، استغث، قل ادركني يا امام الزمان عشان يدلك على الطريق، لان هم اهل عزة، اهل البيت اهل عزة، ان لم تنادي وتلح وتطرق الابواب ما حدش سائل فيك، هم مش عاوزين حد اصلا،
هم أغنياء عن الخلق جميعا، لكن انت اللي قف على الباب واطرق الباب، كرر الطرق لعل الباب يوما يفتح، يمكن ربنا يمن عليك يعني. وانت امسك البخاري واقراه، بس خلي عقلك في راسك. ابو هريرة ده حطه هناك، ما يعني شوف انت حط الجزمة فين، حطه هناك كله لكن هنا. وامسك باقي الاحاديث، اقرا بتدبر بقى. لازم تتوقف. لا يمكن عقلك يقبل بأي حال إن النبي يقعد في مجلس والشياطين موجودة فيه، ولما يجي عمر الشياطين تنصرف. لا يمكن عقلك يقبل هذا، لأن عمر هذا اللي بيقوله الشياطين تنصرف منه في كتاب اللباس من صحيح البخاري. يرجعوا يا أهل السنة، ارجعوا للحديث ده اللي لادي تقرأوه. أهدي لرسول الله حلة حمراء فحملها بيدي وقال هذه يلبسها من لا خلاق له عند الله، ثم أرسلها إلى عمر بالنص في البخاري. الله أكبر، طب ما تعارية كاملة هي. فجاء عمر في اليوم التالي يحملها ويبكي ويقول يا رسول الله قلت ما قلت ثم أرسلتها إلي؟ فقال إما أن تلبسها وإما أن تهديها. توجعش راس، روح يا تلبسها يا تديها لأي حد وخلاص. الله، فأنت اقرأ إزاي يبقى النبي نايم والجواري عمالة تطبل، ويدخل أبو بكر يقول أمزمارة الشيطان في بيت رسول الله؟ ده كلام ينفع؟ ده كلام يقبل؟ العقل يقبله؟ رسول الله حبيبه ومصطفاه الذي لا ينطق عن الهوى، الذي جعل الله طاعته طاعة له، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وجعل رضاه إرضاء له، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. الله أكبر. أمزمارة الشيطان في بيت رسول الله؟ قام النبي قال له سيبهم يا أبو بكر، النهاردة يوم عيد. قم يدخل عمر، شوف بس الجواري الدور الجري دخل. قم الرسول يقول له إن الشيطان لا يخشاك يا عمر. يا صلاة النبي أحسن، ما شاء الله. اقرأ اقرأ اقرأوا يا إخواني يا أهل السنة، اقرأوا كتب التاريخ، واقرأوا كتب السيرة، بس عشان تعرفوا ان المسألة فيها خلط وفيها كذب يلزمك امرين: عقل واعي جدا وناصح، عقل ناصح، واستعانة بالله، لان اعداء الاسلام حاولوا ان يشوهوا مصدر الايمان. مصدر الايمان اهل البيت. يقول لك سيدنا الامام غضب هو والسيدة الزهراء واتخنقوا مع بعض. اتخنقوا المعصومين بيتخنقوا ازاي يعني؟ ازاي؟ الله، ده اصلي، ده بيت لا مثيل له تحت قبة السماء. من يوم ان خلق الله الوجود لم تشهد السماوات والارض بيتا كبيت علي والزهراء، لاني معصوم، زوج معصومة، ابو معصومين، والزهراء أبوها سيد أهل العصمة. طب وأمير المؤمنين أبوه سيد البطحاء. أستاذ فاضل من إخوانكم يحضر معنا المجلس طلب مني أن أخصص ليلة عن مولانا السيد عبد مناف، أدي أول اسم، السيد عمران، دي من أسماء مولانا أبو طالب، عمران، خدوا بالكم، المكنى بأبي طالب. طبعا هناك لقيامة قايمة عندنا، يقول لك أبو طالب مات كافر، كل هناك في مصر يقولون هذا، ولا لا غرابة. ماذا كان قالوا أم النبي وأبو النبي وجد النبي. فقلت لهم طيب إيه رأيكم 20 دليلا أقيموها على إيمان أبي طالب، وأنا عاوز منكم دليل واحد تقيموه على كفره.